سوي رياضة عواش، سوي رياضة، سوي رياضة، ضعفي ضعفي شوي، ضعفي، خليش نفس عتوقة مسوية بسامة الود. والسلام عليكم ورحمة الله، مرحبا في حلقة جديدة من أكسجين نت إنكلود. طبعا آخر مرة قعدنا نبني شوي شغلات وسوينا مجاري على أساس يعني مجاري، بس شو قاعد تسوي؟ قاعد يشيل السامان. نوجب، في حد ما عنده وظيفة؟ في حد قاعد فاضي؟ بدينا اللعب آخر مرة وسوينا ريسيرش سنتر وسوينا شوي شغلات ريسيرش، والحين عندنا ريسيرش الجاي هو البومبنج، ليكويد بومبنج. بس اللي اكتشفته أظني نحن بنحتاج مي، بنحتاج مي قريب يعني مش بعيد. فشو بسوي؟ أبغى أسوي مكان للمي، خلهم يجون هني، ولا اقول لحظة، انا كنسل هذا الاكشن، نحط التايلز هني. لحظة، 1 2 3 4، انزين نحسبها على 4، اوكي، ونحسب نحفر 4 هني، دري موجود، ونيب اولوية لهم، خليهم يجون يحفرون هذا قبل. شوف الأولوية فوق، فول الأولوية. ليش أولوية 7؟ خليك 5 أنت، ما عليه، مو مشكلة. أن ريفرجريتر غير مبرد عليه. قاموا يزرعون على فكرة الشغلات اللي نشيلها من هني، ترى يزرعونها على فكرة عادي، بيكون هو السيد ولا هو البذرة اللي نحن نبدأ عليها، هاي البذرة هاي فنحن نشتغل عليها. لازم ترقدون الحين يعني؟ مش لازم ترقدون الحين. شوف عواشك كيف تشاخر عواش. لحظة، هذا ما يكون اسم عبود، هاي وحدة. لحظة، واحد ولا وحدة؟ لحظة، انا اظني، خلي تشوف كونديشن جوبس ستاتس، هذا ميل ولا فيميل؟ انا الحين احاول اعرف يعني. جيمز دكنس هاسل الى اخره، كوت انفورميشن نو جوب. صراحة ما اعرف واحد ولا واحدة، بس هذا عين عينك واحدة. اسايند عواش، يعني انت الوحيد الريال عباس. زين خلاص، انت ما تستوين عبود. ايه، تعال تعال، انت مش عبود، انت شو نسميك؟ شكلك على هذه ميمي. يلا ميمي، يلا انت ميمي، روح يعني شوف شغلك. ليش ما في حد يبني هني؟ انا عندي اولويه فول هني. الله انكم انتو قليلين ادب، يقعدون يفضون وسخطتهم كل شوي، لاني خليتهم على فكره يلمون كل شيء. ها فيوم خليتهم يلمون كل شيء شوي طلع عندهم شغل زياده. انت انا متاكد سويتك، بس اللي رايح يطالع من هني عند الجراثيم يتسبح، ما حد طلب منك تسوي شيء ثاني. هذا فل اوريدي عندنا الحين سامون. انزين شو الريسيرش اللي جاي عندنا؟ جاي يعني زين، بس نحن محتاجين هذا يا جماعه الخير، انتوا ساحبين علينا يعني، ساحبين عليه بالقوه يعني. حتى هذا بكنسل، ها ما بغيته. اكسجين زين، هذا زين، ما كنت تخلص من السوالف زينه. كل برايورتي ولا منا فايده وياهم، ولا منه فايدة. زين ابو يخلصون هايل، مفروض ان يخلصون هايل اول ترى على فكرة، لكن لسبب ما قاعد يجمعون اول شيء السامان. شو عندنا احنا هني؟ بلمبنج خلص، هاي بيبات ما بيبات، هالسوالف ليكويد برد فنت، خلنا نستكشف. غاز بريدج، غاز بايب، غاز بومب، غاز ثينكس، ديكور لامب، فلاور بوت. افا حاطي لهم ديكور لان الاسترس ولا هو الارق مالهم ولا التوتر مالهم يجي من وين؟ يجي عندنا من باور ريجليشن. ها نايس نايس نايس. بس اول شيء بسوي صراحة انتيرير ديكور، بغض النظر انتيرير ديكور، نبى فرنتشر، مساج تيبل يا حبيبي،
في حد عنده ستريس؟ ما حد الحين زيرو. اذا احتاجوا ستريس عقب شو بنسوي؟ بنسوي لهم طاولة مزاج. طاولة مزاج ترى فكرة حلوة على فكرة. اوكي ليكويد بومبنج نحن انا ترياهم يخلصون هذا الخونة مش قاعدين يسوي سالفة في ال... شو السالفة؟ منو قالكم تجمعون هاي اصلا؟ السؤال يعني انا حاط اولوية وات ايفر هني دون جز ون ما يستوي. ما يستوي ابدا. هذا يباله مي ترى، من غير مي ما بيشتغل الشاور. لازم حد يعبي لي يا مي. يعني انتوا الحين حاط يعني شوفوا الخونة اللي قدامي قاعد يجمعون سامان من تحت وصاحبين علي وما قاعدين يسوون سامان. هو وات ذا هيل؟ وانا هاي البرايورتي والخربطان كله حق شو؟ وات ايفر يو هاف تو دو هير كانسل كانسل. اوكي انا وهكت عمري. اوكي ويت انا قد كنت استركت بغلط، مو مشكلة عادي. ابنه هذا وابن توتايلز بس يعني ساحبين على الدنيا يعني مو زي سالفة بس يجمعون الدرت اللي مو منه فايدة. لحظة عواش انتي شو الجوب مالش؟ خلنا نشوف عواش. عواش انتي لا تسوين كومبات. اوكي تتضارب مو مشكلة، تطبخ مو مشكلة، نبغى تطبخ. ارت ما نبغى اسوي ارت. كرياتيفيتي عندها هي وايد، كوكينج ما عندها، عندها ليرنينج ريسيرش خلت تسوي. اوبريت مو مشكلة، فارم زيرو ما نبغى تسوي، تايدي ما نبغى، سبلاي ما نبغى، بيلد بعد ما نبغى، نبغى تسوين دقينج بس. اوكي خلنا نشوف عواش الحين بتروح بتحفر ولا ما بتصير. عواش ما حد قال لك. هل اللي عنده بنات؟ اللي عنده بنات لازم يقعدين يخمن طول اليوم بيلعبوا الزني هايل. كومبات كوك ارت ريسيرش اوبريت ما نبات اوبريت. المشكلة هي تنكرنج فول، ما اعرف شو تنكرت بس ويخصه يعني واحفري بس يعني ما ما طلب ذا منك وايد. منو ما منه فايدة؟ حد عندنا تعبان؟ في جوبز هني في فيكن يبالي افتح جوبز بس الجوبز في الريسيرش صح؟ خلنا نشوف. قلت لكم اللعبة هاي يبالها شي يعني مانجمنت فظيع يبالها. يعني تتوقعون توقعت انها ابسط من الطريقة هاي ولا تتوقعونها ابسط؟ لكن يبالها شوي تفكير ويبالها. اوكي اير فلو غاز فلو جوبس بدور عليها بعدين، بدور عليها بعدين بشوف، لان هاي اللي بيرفعون ضغطي اذا ما تموا. بشوف عباس، شوف اذا الحين ما صاروا فوق بشوف، خلي عباس بس يحفر يبني، هاي شغلته. مع انه هو زين عباس، عباس زين اقولكم. ما ينفع عباس، وينك عباس؟ انت لا تسوي لي شيء الا تحفر وتبني. اوكي روح فوق، روح احفر، الله يستر عليك احفر. ولا يمكن انه ما في دري؟ خلينا نشوف. ايوه ما في دري، معناه طلعت انا غلطان في كل شيء. ظال منهم المساكين. عباس وينك؟ عباس تعال يا عباس، شغلنا كل شيء عندك يا عباس. بس هني باب رج وببني لهم شو الحين، لان انا استوعبت الموضوع. without blocking liquid encloses areas without blocking liquid or gas flow this test blocking access permission for areas of restriction. اوكي هذا اساس اذا حيوانات عندنا والسوالف ما يطلعون. بيكون عندنا حيوانات الحين، لابد يكون في حيوانات والسوالف. نحن اي يوم الحين؟
يوم السادس. اوكي احفروا هذا، وباكم بعد تحفرون قدامه شوي، لين اربعة اظن يقدرون يحفرون اذا ما كنت غلطان. اذا ما كنت غلطان لين اربعة بيحفرون. هيو نشب لي رمل من فوق، النشبة هذا مش وقته. وكنت اقدر اهدم شوي من هني واحط ماء تحت. شوف شوف ترى تطلع لحظة. تعالوا تعالوا تعالوا، لحظة لحظة لحظة، هاي بتموت. ايوه ايوه انت موجودة ابن الدري، يعني لا تقعد طالعين تموتين بس على الفاضي. ميمي بنغالية، ميمي يا ميمي شكرا. انزين وين صديقنا الماي الحين؟ ايوه هذا بمب الماي. وعندنا شيء ثاني بعد ببني على فكرة، اللي هو وين صار؟ شو كنت ببنينا؟ لازم بالضبط أدقق كيف كل شيء يصير في اللعبة هاي، لأن كل شيء قاعد يصير. أيوه هذا مال الأكل، محتاج أن أسوي لهم مكان يطبخ. هني بخلي مكان السراير، ما بخربه. إنزين خليهم يسوون هذا على راحتهم، بس مش كنسل لا برايورتي، يوم يخلصون اذا اللي فايق يسوي هذا بعدين يسوي لي. بعد شوف قاموا يزرعون زيادة، اهم شي مشكلة بنزل شكلي. ثمانمية كالوري ما يكفي، مع اني اشتغلت على الزراعة على اساس بدري، لكن مشكلة ما لحقت. هذا يبغى باور، لا 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 لا، ها شكله ترى الديكور يأثر في اللعبة، يعني إذا الديكور تعبان الجماعة يزعلون، يجيهم ستريس زيادة. فا أوكي خلصنا الريسيرش هذا، بس الريسيرش ديكور ما نبغاه ولا نبغاك أنت. أنا أبا مال الدوامات، وين صار هيلث كير؟ ها سانيتايزر، هذا شو يسوي؟ مديسن كيور ميسك بيسك ديسيس، حلو. سوبر كمبيوتر بنشتغل عليه هذا، سوبر كمبيوتر لازم نبني سوبر كمبيوتر الحين مرة. انزين الحين هذا استوى فيه ماي، شوفوا لنا بنينا البمبة هذا، كنا محتاجين ماي اساسي على الاقل، ولا مصدر ماي، كنا محتاجين مصدر ماي على اساس. لحظة انا مش مرتاح نفسيا، احس انه بيخر ماي، ما اعرف ليش احس انه بيخر ماي تحت، يعني بشكل غير مريح بالنسبة لي. هذا شوفي هنا اكسجين بلوسم، اوكي هذا المكان بعد راح نشتاحه. هذا ايش نشله يعني، ولا ايش نشلهم ترى يستوون عندنا. شو ابى افتح الوظائف بعد، اذا ما فتحت الوظائف بتلعب شوي. لحظة انا ما اقدر اتحمل، ما عندي كالوريز الحين كفاية. تشوز لكن ريجكت اول، سامحوني يا جماعة الخير، مع ان ابلة نظيرة كانت شكلها موجودة في الوسط، بس سامحوني لان الوضع شكله ما يشجع يعني. ووه قام يسرب ماي قام يسرب ماي. بنو 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 ما عدا زين نعنمك. واه اختلط مع هذا، استوى كله. واي الجيرمز فود بويزننج على طول جيرمز. المهم اهم شيء نسوي لنا حوض ماي، ما يخرش الميه يعني، مو مشكلة. ما على هذا بينزل تحت، نقدر نسوي له موفنج على فكرة بعد. تو ماتش ليكويد
وايد ماي وايد ماي. وانترس عندنا المكان هني بلوتد ووتر، يعني يا ويلي ويلا يا ويلي ويلا، ما بقى وايد على ادفانس ريسيرش. بنحط سوبر كمبيوتر تشوف شو يسوي لنا، بس اللي اتصوره سوبر كمبيوتر بنحتاجه فترة، بس اهم شي في ماي تسبحون انبريوتابل. اخ اخس اخس انبريثبل معناه لازم نحفر هني كامل، وبسوي حفرة من هني خليه يطيح. شو بنسوي هني كامل بين هني، بنسوي هاي شو بنسوي هاي ما يقدر يحفرون هاي لا كولوني لاكس ابيرتنس ماينر ماينر سيزند ماينر. اذا اقدر انا احيد ان شفت جوبز هنا هني في مرحلة من المراحل، لكن مش ادفانس ريسيرش ولا بلوم بينك كاز فلتر من الجوبز. كيف يتبطل الجوبز تير زيرو بل جوبز بورت تو انلوك اسايمنت. لازم الحين نستكشف كل شيء ترانا. وين الجوب بورد يا صديقي؟ اشتغل على راحتكم. ستيشنز جوب بورد هذا موجود صديقنا، ما عليه مشكلة ابنه مشكلة. محتاج اكل، محتاج اكل. يوم تخلصون الاولوية مالكم اللي عندكم ابنه هذا اللي عقبه، ان مع ان هذا يعني ترى للحين ما سوى له سالفه، معناها تسعة هم كسولين شوي. عباس شو قاعد يسوي؟ غرقانين هاي في الماي، غرقهم الماي والله غرقهم، ما سوى لهم سالفة الماي. اما غرقنا بالماي، المهم صار عندنا مكان ماي الحين، صار عندنا مكان ماي، و ان شاء الله ماي خر هني قاعد ينزل ماي. بس انا ابغى هذا يشتغل على اساس نطبخ حق الجماعه، يزيد الكالوري مال الاكل. الحين نحن عزيرو كالوري اصلا، زيرو كالوري از نوت جود. ابني وان ما اعرف شو ينتج بس خليه ينتج الحين، اللي موجود خليه ينتج منه، مع انه هاي الباقي عليهم اظني. بس يمكن لاني اعطنهم وايد شغلات يسوونها ومتلعوز وياهم. بس نشوف الوظائف حكم، الوظائف موضوع كبير، نحتاج نحن ماينر، بنحتاج يو خر ماي مهني. امسك كم وظيفة انا عاطنهم في الدنيا؟ مليون وظيفة، مليون وظيفة عاطنهم والله، مليون وظيفة. شوفوا كل شيء في العالم يسوونه الحين، كل شيء في العالم. لحظة كنسل هاي، كنسل هذا كله، اقول لك كنسل الشغل كله، كنسل الشغل بعدين بتفاهم. للحين زين، انا اشوفك زين، خلي يسوون شغلات الثانية، خلينا نكنسل هاي. زين تنتج لي شيء، بس هذا اهم شيء. بس يرقدون على طول، ما في وقت من واحد يسوي شيء على طول الرقاده، انا مخي بيصدع هاي، خاصه عواش خهرتني. سوري ميمي، ميمي غبيه شوي ترى على فكره، بلاهم يجلبون يانين شو تعبانين. واي الاسترس مليون، ياي الاسترس مليون، يوه يا مال رفع الضغط، اقسم بالله الضغط ارتفع من هايل. اطبخ اطبخ، نبغى كالوريز، نبغى كالوريز. ما تسوون شيء ممكن فايدة، كنا بغيناكم تسوون شيء ما تسوونه، ما ينفعش. من اعطانا برايورتي مليون؟ هذا عادي خلى البرايورتي ماله، قاعدين ياكلون ترى يعانين.
اظني 200 يوع اصلا، مش مو بيوعوني 200 يوع، ما يعطيهم اكل. انا شو الاكل البتري ما يكفي شو. اوكي انترستنج، شو وضع الجيرمز عندنا؟ قلنا هذا الجيرمز للحين على الاقل، هذا بروحه ملوث كلهم، ما يستوي يحول مكانه. لا موضوع الجيرمز هذا بيرفع الضغط على الاقل الحين، في insufficient oxygen generation، شكله لازم نحط اكسجين بس مش الحين، لان انا عندي اولويات. وهذا تبز بورد، بس هذا مهم، هذا مهم، بس لازم نشيل الاسترس مالهم. تعرفون شو نحطي؟ طاولة مساج. زين كل دول صبايا حيعملوا مساج. زين بمزح، امزح، لا احد يزعل، لا احد يعصب، لا احد يريج علينا. ستيشنز، جيب ستيشنز، نبى نحطي فلور حقهم على الاقل وردة، ونبى حق الاكسجين الجاي. اوكي لان هذا اظني بيعفينا من شو، من صدعة الرأس. هو يا مان رفع الضغط صراحة، هو يا مان رفع الضغط من الخاطر، خاصة موضوع الأكسجين. عادي أذبحهم كلهم ترى، نبدأ من أول ويزيد في الآخر شيء ترى على فكرة شكله، هذا راح يستوي أظني. أوكي نظف 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 الجراثيم، نظف، محتاجين تنظيف جراثيم الحين. ما في أكسجين، ما في أكسجين. ويت، هذا غاز ثقيل، الأكسجين أخف منه. إذا رفعنا الضغط من تحت الأكسجين بهذا، اوكي بنحط ماكينة اكسجين. طبعا هذا يباله باور، اكيد شيء طبيعي. ايوه يباله باور، ان شاء الله الكهرباء تكفي عادة. زين يباله باور غير 3000 شغلة اللي انا عطنهم اياها. انت اخر شيء تسوي الليست برايورتي اللي انا قلت لك ما بقى عليه اولوية، تروح تسوي لي اياه. وهني يخرب ماي عليه من الصبح، يبالهم دق الصراحة على الوضع هذا. والله أنا بدقهم على الوضع هذا، يعني في شغلات أنا مش طالب منهم لا أولوية ولا شيء، يروحون يسوونها بس ما العناد يعني، ولا كيف؟ ولا كيف يعني؟ خاطر أعرف أبعد بيضايقهم، يقولك آه لا شكله قبيح، ما نبغى نشوفه، شكله قبيح، شكله قبيح. بشيل هذا على اساس بعد ثاني اكسيد كربون زياده يطيح، على اساس ثاني اكسيد كربون زياده يطيح. لكن واير طلع لي نشب لي واير، ما اعرف وين نشب لي واير، ما يقدرون يرقدون، ما في اكسجين. كيف انا ارقدهم في مكان ما في اكسجين؟ وهني اكسجين فول. هاي الموضوع يباله حلول ترى على فكرة، حلول فعلية. طاولة المساج يبالها واير، في كهرباء، في بعد اشوف البتري فل، انا اشوف البتري فل. باور اوفر لي، امور طيبة احس الكهرباء، ما في مشاكل يعني. شوف قام ثاني اكسيد كربون يطيح، قام يطيح شوي بس انجاز المهمات هني صعب، يمكن لان انا اعطيناهم هواي شغلاتهم شوية تنس. ما علينا تتحملوا، بنستكشف هاي حلقتين ثلاث كيف ميكانيكية اللعبة كيف تشتغل، وبعدين بنشوف نحن كيف المواضيع. بس هالحلقة الصراحة يا ما رفع الضغط، يا ما رفع الضغط من الخاطر. المهم انا بلاقي الحلقة على هني، وبشوف الحلقة الجاية شو بيستوي انا باذن الله، بحاول اوقفها واتم وياكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.